السلام عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا وسهلا بكم، وهذه حلقه جديده من برنامج بخدمتكم. مشاهدينا الكرام، راح نتناول اليوم موضوع جدا مهم، موضوع له تماس مباشر مع المواطن والجميع يحتاجه، انا وانت والمسؤول ورئيس الوزراء ورئيس الجمهور، كل الموجودين ان كان في العراق او خارج العراق، هو الواقع الصحي. لذا ارتئينا أن نوضع عنوان هو الضمان هدف أم وسيلة للارتقاء بالواقع الصحي. القصد من هو الضمان الصحي اللي شرع عام 2020 من خلال البرلمان العراقي ولم يعمل به في ذاك الوقت. الحكومة الحالية وفق المنهاج الحكومي وخطة عمل وزارة الصحة وضعت برنامج خاص بهذا الخصوص اللي هو الضمان الصحي. الضمان الصحي إلى إيجابيات والبعض يسميها سلبيات. حتى نتحدث أكثر ونركز الضوء على مناطق أو أسئلة تجول في مخيلتنا كمواطنين عراقيين، من يجيب على تلك الأسئلة؟ بالتأكيد هناك من يجيب، هو الناطق الرسمي باسم باسم الضمان الاجتماعي او عفوا الضمان الصحي، هو الدكتور إيهاب عبد الكريم الحرفي. نرحب بك يا جماعة، ترحب دكتور، زاحمناكم دكتور، شكرا لحضوركم، حياكم الله. دكتور إيهاب، اكيد انا وانت نتفق بانه لابد ان يكون هناك ضمان صحي. كل دول العالم حتى بما فيها العالم الدول النامية أيضا هناك ضمان صحي لمواطنيها. احنا نعتبر متخلفين جدا بالنسبة للدول، لكن هل هناك ضرورة حقيقية لوجود ضمان صحي؟ هذا سؤال عام. وأنا أعرف بأنه من شهر سابع أن يطلق ضمان هذا البرنامج التجريبي على أعتقد عدد معين يتم انتخابهم من بعض الفئات. اليوم نستوضح مجموعة أسئلة، أتمنى أن يكون سعة صدرك للجواب على تلك الأسئلة. خلينا نبدأ بالضمان الصحي. يعني هل من المعقول هذا الضمان راح ينتشل الواقع الصحي العراقي؟ شكرا جزيلا. قبل البدء، يعني اللي تفضلت به حضرتك هو عنوان رئيسي وأساسي لهدف الضمان الصحي، لكن أعتقد أن العراق ليس متخلف كثيرا عن الأنظمة الصحية الأخرى. هسه العراق يعاني، نظام صحي يعاني كذا، لكن توجد خدمات تقدم حاليا قبل الضمان وأثناء الضمان. عفوا، متخلف حتى نحدد، أعتقد متخلف في تطبيق في الضمان، تطبيق الضمان الصحي. هذا قصدي. عفوا، مفهومة الضمان الصحي هو جاء لانتشال وتطوير ومثل ما تفضلت حضرتك وإصلاح منظومة أو النظام الصحي في البلد. النظام الصحي في البلد يعاني ما يعاني، والكل على حقب زمنية، يعني قبل 2003 وبعد 2000. أحسنتم. هذه التراكمات اللي عانى منها النظام الصحي أدت إلى تدهور في السوق وأدت إلى خدمة غير مرضية. فبالتالي كل الأنظمة الصحية وكل المنظمات العالمية ارتأت حتى تصلح أي نظام صحي وحتى تطور أي نظام صحي لابد الوصول إلى أو تقييم هذا النظام. فلما قيموا النظام الصحي العراقي توجد أعمدة أساسية لتقييم النظام الصحي العراقي. النظام الصحي العراقي يعاني من قلة الموارد البشرية، يعاني من تقادم البنى التحتية، يعاني من ضعف أو قلة التمويل لقطاع الصحة، فالكثير من الأبعاد الأساسية. وهذا بالتأكيد أصبح هنالك شيء أساسي أو أصبح هنالك مشكلة أساسية على المواطن العراقي، هو تحمل الأعباء المالية. المواطن العراقي الآن تقريبا أكثر من 50% إلى 60% يتحمل من نفقات العلاج عنا وعن ذوي، فبالتالي هذه أصبح هنالك إنفاق كارثي فيعرض أي مواطن للإنفاق أو الفقر. فبالتالي جاء الضمان الصحي ليصلح هذه الأعمدة الأساسية بالمنظومة الصحية ويطورها، وهو
دائما احنا نقول اكو شعار اساسي للضمان الصحي هو خطوه اولى في اصلاح ومسيره في اصلاح المنظومه الصحيه في البلد. احسنتم. اذا بشكل عام دركنا يعني استدركنا موضوعة أهمية هذا البرنامج. من المشمول؟ سألنا نعرف هو تجريبي، لكن تجريبيا من اللي كان مشمول؟ نعم، الضمان الصحي هو بالمحصلة النهائية سيشمل جميع العراقيين، لكن مثل ما تعرفون من الصعب جدا أن يطبق دفعة واحدة على كل العراقيين، فبالتالي لابد أن يطبق بشكل تجريبي أولي، وبعدها يتم إعمام التجربة بعد الوقوف على أهم نقاط القوة وما هي فرص التحسين وما هي الفرص والتحديات اللي يواجهها التطبيق، ومن ثم نقل هذه التجربة إلى باقي الفئات وباقي المراحل. فالمرحلة الأولى كانت في بغداد، والتطبيق التجريبي تم اختيار عدة فئات من فئات المجتمع، من ضمنها الموظفون من بعض الوزارات، من 6 وزارات، من وزارة الاتصالات، وزارة المالية، وزارة التعليم العالي، الداخلية لم تشمل بالمرحلة الحالية، ووزارة الزراعة، وزارة الإعمار والإسكان، ووزارة المالية. هذه 6 وزارات، مقار الوزارات في بغداد هي اللي مشمولة حاليا، إضافة إلى الموظفون في مقار طوعية أو إرادية، هذه إلزامي بشكل إلزامي، لأن هو القانون أساسا بشكل إلزامي على كافة الموظفين، إضافة إلى الموظفون في مقار الرئاسات 3. هذه تقريبا ما يمثل تقريبا 150,000 مضمون وعائلته. إضافة إلى ذلك تم إضافة 100,000. عفوا دكتور، يعني هو المضمون هو وعائلته؟ أكيد، يعني مو بس شخصه، لا هو والعائلة، يعني كعائلة. فهذا بالنسبة للموظفين. الفئة الأخرى اللي تم اختيارها هي فئة المشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية، وتم ترشيح 100,000 من وزارة العمل، تم اختيار وفق مواصفات معينة وضعتها وزارة العمل أهم المحتاجين من المشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية، فتم ترشيح 100,000، تم إضافتهم أيضا للمرحلة التجريبية الحالية، وطبعا زيدنا 100,000 إلى 182,000، فزاد العدد إلى 182,000 مشمول بشبكة الحماية الاجتماعية، أيضا كان ضمن الفئة الأولى من التطبيق التجريبي. وكذلك المتقاعدين بشكل اختياري تم تحديد 30,000 أيضا للمتقاعدين بشكل اختياري، وكذلك مرضى التوحد. فتم مراعاة اختيار تشكيلة من الفئات المختلفة من المجتمع العراقي، وطبقات مختلفة من مستوى الدخل أو مستوى الأمراض أو غيرها، حتى التجربة تكون ماخذة ومراعية كافة الطيف العراقي بالضبط. وعلى الأساس بدأت التجربة اعتبارا من شهر تشرين الثاني العام الماضي، بدأنا ببداية بتقديم الخدمات. طبعا احنا بدينا بعملية التسجيل، وتم اختيار هاي الفئات مطلع العام السابق، يعني من بداية العام السابق، وكان باعتبار مثل ما تفضلت حضرتك دخل الضمان الصحي حيث أولويات البرنامج الحكومي، فبالتالي تم المباشرة بعملية التسجيل، وكان سيد رئيس الوزراء أيضا من الداعمين وبإشراف السيد وزير الصحة، تمت عملية التسجيل لكافة الفئات وعملية تأهيل البنى التحتية لتقديم الخدمات، وتم تقديم الخدمات اعتبارا من تشرين الثاني 2023، ولحد الآن أيضا الخدمات ما زالت مستمرة بتقديمها للفئات المشمولة. هذه البايلوت أو التطبيق التجريبي اللي هو 6 أشهر، بعد هذه 6 أشهر احنا الآن بدنا نعمل على اختيار الفئات الأخرى اللي ستدخل بالمرحلة الثانية بعدد يصل تقريبا إلى 1,000,000 مضمون، وهذا أيضا بعدها أيضا تم عملية تقييم التجربة وتتوسع إلى باقي الفئات وباقي المحافظات. نقع التجربة على الوجبة التجريبية، تحدثتوا أنتم في إحدى اللقاءات، قلتوا في الشهر السابع، الآن أنتم دخلتوا المرحلة التجريبية في شهر 11. نعم، شنو أسباب التأخير حتى نعرف؟ مثلا أكيد كل تجربة بها سلبيات وبها إيجابيات وبها معرقلات ممكن أن تتفادوها من خلال هاي التجربة. بتأكيد المرحلة القادمة ما أتوقع هاي المعرقلات تكون بالضبط. يمكن تتذكر دكتور احنا باللقاء السابق تكلمت عن رؤيتنا بآلية التطبيق، وكيف راح يكون هنالك نظام الكتروني. تعرف بدون نظام الكتروني من الصعب جدا نجاح هذه التجربة، على اعتبار انه هذه التجربة جاءت هي
يعني تطور الواقع الصحي العراقي، فبالتالي حتى يتم تطويره ويتم تحسين جوده لابد من وجود نظام الكتروني وملف طبي الكتروني لكل مواطن عراقي. هذا الموضوع تطلب الى لحد الان احنا يعني قيد العمل على اعداد البنى التحتيه واختيار البرنامج وتطويره واختيار اللغه البرمجيه المناسبه. تعرف هذا النظام سيطبق على كل العراق، فيحتاج الى يعني اختيار، يعني هذا راح يكون هو نظام صحي بديل، فبالتالي هو شيء ابدا مو سهل، اضافه الى الروتين الاداري بعمليه التعاقد واختيار الجهه الاجنبيه المناسبه والشركه الرصينه لهذا التطبيق. فبالتالي كل هذه الفتره هي كانت السبب الرئيسي منها هو اختيار النظام الالكتروني الخاص بالتطبيق. ولهذا السبب احنا هذا التاخير بعدها كان توجهات هيئه الضمان الصحي وعلى راسها السيد الوزير انه نذهب باتجاه التطبيق ان يكون تطبيق مشترك. فالان هو تطبيق ورقي والكتروني بنفس الوقت، لانه يعني ما قدرنا انه يكون بالكامل الكتروني. تعرف يحتاج بنى تحتيه في المؤسسات، تحتاجين الى اختيار النظام المناسب، فذهبنا باتجاه الان التسجيل هو الكتروني، عمليه التحقق موجود في المؤسسات يتم عمليه تحقق الكترونيه. هذه احنا يعني بجهود ذاتيه لهيئه الضمان الصحي عملنا الى على منصه خاصه بالامكان انه يتم التحقق انه المضمون هل هو ضمن الفئه او لا، هل هو مضمون او لا. وعملنا بموازاتها النظام الورقي ان هنالك دفتر يصدر الى المضمون، دفتر خدمات هذا اشبه بدفتر كوبونات خاصه بالاستفاده من الخدمات، في تفاصيل وفيه التعليمات وفيه آليات. كان قبل هم دفتر الضمان الصحي أعتقد أو دفتر الصحي يسمونه. بالضبط. نفس الآلية. تقريباً نفس الفكرة. فمن خلال هذا الدفتر يقدر يستفيد من الخدمات، وبعدها أيضاً جزء من هذه الخدمات يوجد موظف خاص للضمان الصحي بهاي المؤسسات اللي تم اختيارها يدون هذه البيانات في النظام اللي احنا عملنا فيه حالياً فيها ضمن هذه المنصة لغرض إجراء عملية التقييم والمتابعة. دكتور عندي إمتى نشوف أبليكيشن بالموبايل ممكن؟ هذا هو هذا احنا اللي نحاول انه نعمل عليه. تعرف يعني من يكون اكو بطاقه فقط وابلكيشن بالتليفون مجرد ان تراجع لطبيب، احنا ليش نقول اصلاح المنظومه الصحيه؟ فانت اليوم تراجع لطبيب بالبصره مثلا، اي طبيب ضمن الاطباء المعتمدين من الضمان الصحي، مجرد ان تراجعه ما يحتاج تنطي اي بيانات، مجرد انه يشوف البطاقه راح تظهر لك كل بياناتك التاريخيه، انه انت عندك سكر، مرض مثلا ضغط، عندك حساسيه من مرض معين، عندك كذا، هذه كلها راح يشوفها، اذا عندك اشعه قديمه، عندك مقراص قديم مثلا، وصف لك علاج معين. طبعا العلاج راح لازم يكون علاج من الادويه المفحوصه والمسجله، فبالتالي ما يقدر يصرف اي علاج غير مصرح به، فبالتالي راح تاخذ العلاج. اضافه لذلك مجرد ان تراجع لاي صيدليه بالعراق، ممكن انت مراجع طبيب بالبصره تاخذ من صيدليه بالموصل مثلا، تمام، فمجرد ان تنطي البطاقه هنا ما راح يكون اكو يعني بايبرلس بالكامل، يعني ما راح يكون اكو وصفه طبيه. هذا حلم ممكن يصير حقيقه يعني ان شاء الله. هو هذا اللي هو هذا يعني كل واحد عراقي يتمنى، هذا ما يسبق لي الضمان، هو هذا الهدف الرئيسي من الضمان. فانت مجرد ان تروح لصيدليه في الموصل مثلا، مجرد ان تقول له تنطي البطاقه هو راح يعرف انه انت كنت عند الطبيب الفلاني في البصره، هو وصف لك هذا العلاج، فراح يوصف راح يصرف لك العلاج وبدون ايضا بدون اي شيء. هنا راح يكون الابلكيشن، راح تقدر تتابع به العلاج، شنو العلاج اللي اخذته، وممكن حتى ينطيك تنبيهات العلاج، ممكن حتى هو يحجز لك يم الطبيب الابلكيشن بالتليفون. مثلا انت راح التسعيره راح تكون موحده، يعني ماكو هذه الصيدليه تبيع بسعر وهذه الصيدليه تبيع بسعر، السعر راح يكون موحد بالكامل لانه التسعيره هي ما تضعها وزاره الصحه. فهنا راح تكون تسعيره موحده، الدواء اللي انت راح تتاكد انه اخذت انت دواء امن وفعال، دواء مفحوص مسجل مداخل بطريقه غير شرعيه. فبالتالي هنا انت كثير من القضايا السلبيه اللي نشاهدها في الواقع الصحي راح تدلس اكيد. دكتور وصلت لي اخر مقطع من حديثك، ذكرتني بلقاء مع الوزير الصحه، تحدثنا على قضية يعني سوق الدواء اللي هي قضية قراءة باركود. يعني أنا بصراحة يعني حفزني هذا،
واستبشرت خير بانه اروح الصيدلي ما يعني يستغلني وياخذ المبلغ اعلى مضاعفه، يلقى بشارع فلسطين المبلغ عالي ويلقى مثلا بالمدينه المبلغ اقل وهكذا حسب المناطقيه. حتى هنا بالادويه اصبحت طبقيه، هاي المنطقه عاد تختلف على المنطقه. من يسيطر عليها؟ قال عندنا راح يصير يعني ابلكيشن ممكن من خلاله تقرا هذا السعر. ما يقدر ابو الصيدليه ان يرفع السعر لان اكو عندك شكاوى تقدر تتصل به، ممكن ان تغلق هذه الصيدليه. هذا الحديث تقريبا الشهر الرابع او الخامس يمكن. تنفذ على ارض الواقع؟ ما تنفذ؟ وشنو الاسباب يعني؟ نعم، حاليا منفذ هذا المشروع. والان وهذه يمكن يعني قفزه نوعيه تقريبا بالسياسه الدوائيه وسوق الدواء تحسب للأمانة، لأنه مثلا سابقا كانت الأدوية اللي موجودة في السوق الدوائي يعني أكثر من 30-40% لعله هو الأدوية هي اللي فقط مفحوصة، و60-70% تقريبا هي الأدوية داخلة بصورة غير شرعية، حتى ما بيها فائدة في بعض الأحيان بس عالج جمر. لا، هي لأسباب معينة، أحيانا هي قد تكون أدوية لكن طريقة دخولها قد تكون غير رسمية، غير 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 صحيحة، طريقة الخزن وغيرها، فبالتالي هي بالتأكيد يعني هي غير يعني لأنه داخلة بصورة غير رسمية، فبالتأكيد هي لا تضر ولا تنفع بل يمكن تضر. تضر صح. فهذه الإجراء كان إجراء يعني شجاع جدا يحسب إلى وزارة الصحة بالتجديد على هذا الموضوع والسيطرة وإدارة الملف بشكل كامل. لأول مرة تقفز هاي النسبة 30%، الآن يعني بحدود علمي فاقت يمكن 80% فأكثر إذا مو أكثر يعني. السيطرة على الأدوية، منشأ الأدوية، على الأدوية، شركات تداول الأدوية في الصيدليات وفي السوق الدوائي يجب أن تكون مفحوص ومسجل. فكان هنالك قرارات يعني صححت الواقع، مثلا هنالك أدوية داخلة بطريقة غير رسمية أو كذا أو داخلة عن طريق غير منافذ، تم يعني إجراء معالجة لهذه الأدوية وتسجيلها وفحصها وكذا. فالآن تقريبا أغلب الأدوية اللي موجودة أدوية مسجلة ومفحوصة، يعني لم أشاهد يعني أنا بحدود علمي لم أشاهد الآن أدوية غير مفحوصة وغير مسجلة. فهذا بدوره هذا سيساهم بشكل كبير يعني بهذا الموضوع. بس دكتور وين هاي الصيدليات؟ يعني سعادة طب الصيدليات ما أشوف اللي تتحدث به مع احترام يعني رأيك، وأنت أكيد يعني لك دراية كبيرة بقضية وزارة الصحة. يعني عندي أروح لصيدليات بيع يعني من الحد أول البارحة أروح بعض الصيدليات تبيع تختلف عن مبيعاتها بنفس الدواء يعني نفس النوعية ونفس المنشأ ألقاها بسعر آخر في غير صيدلية. أكو هناك لوحة إعلان مثلا ملزمة لكل صيدلية أكيد تأشر لك على ماكو؟ أكيد. الآن البرنامج اللي موجود وهي شوف هي سلسلة، أولا ثقافة المشتري الأطباء وغيرها، وهذا هو ليش إحنا جينا بالضمان الصحي. بالضمان الصحي هذه الجزئية راح تروح فعلا، ما راح تكون بعد لا مسيطر عليها لانه هناك راح تكون ليش؟ لانه انا خلص صيدليه ما راح تقدر تبيع دواء لانه الدافع منه اللي راح يدفع الضمان 100%. فاني ما راح اشتري من الصيدليه اللي يجيب دواء ما مسجل مفحوص، وما راح اشتري من الصيدليه دواء بسعر غير اللي التسعيره اللي وضعتها وزاره الصحه او الاتفاق اساسا بالسيستم اللي موجود هو مسعر، يعني ما يقدر يعدل بالسعر. أحسنت. لأن هذه التسعيرة جاية ما يقدر يغير لا باسم الدواء ولا بسعره ولا منشأة، لأن هذه جاية أساساً من وزارة الصحة من التسجيل. فبالتالي لعله هذه المشاهدات أو الممارسات اللي يشوفها جزء منها ممكن يعني أكو بعض الأدوية هي أساساً يعني ما تخضع لهذه العملية، مثلاً أكو أدوية اللي هي اللي يسموها السبليمنت أو يسموها المكملات أو غيرها، هذه ممكن تكون يعني ما بيها هذه الكيو ار كود وغيرها.
بس ممكن انه انا كمواطن هسه انا لما اروح للصيدليه ينطيني مرات صيدلاني ينطيني دواء، فاقول له لا انا ما اريد هذا الدواء، اريد دواء مسجل مفروض. نعم طبعا اقول له هذه ما مسجل مفروض، ما علي اريد دواء بي كيو ار كود. هاي هاي كونك انت مختص يعني بالضبط. اما المواطن العادي ما هو من تصير ثقافه عند المواطن من انا اليوم اروح للصيدليه اقول له هذا المنتج ما اريده، اريد المنتج اللي بي هاي المواصفات. بالتالي الصيدليه هي وحده تجاريه صح 100%، فبالتالي الوحده التجاريه راح تلبي رغبات الزبائن، فبالتالي راح تروح تجيب المواصفات اللي تناسب رغبات المواطنين. فانا لو مواطن اروح للصيدليه اقول له انا ما اريد هذا الدواء، اريد دواء مسجل ومفحوص، خلاص انا مو مضطر. اليوم صيدليات عندنا اكثر من 15000 صيدليه في العراق، فهاي ال 15000 صيدليه اليوم هذه الصيدليه بتتعامل بالتاكيد، فهاي الصيدليه فيها ادويه غير مسجله وغير مفحوصه ما اتعامل بها، اروح على الصيدليه. هنا أنا يمكن الجزئيه الاختياريه، لكن راح يجي الضمان الصحي تقريبا هذه راح يعني هذه الفلسفه راح يطبق على ارض الواقع، لانه الضمان الصحي ما راح يتعامل مع صيدليه ما تتعامل وفق المواصفات ولا تتعامل وفق المعايير اللي وضعتها، ولا راح تتعامل مع طبيب يتعامل وفق الادله الاسترشاديه العلميه وفق البروتوكولات وفق المعايير الخاصه، ولا تتعامل مع مستشفى ما تمتلك هذه المواصفات الاساسيه العلميه والمعايير الخاصه بتقديم الخدمه، فبالتالي ستنظم عمليه تقديم الخدمات وتنظم مقدمي الخدمه. احسنتم دكتور ايهاب، انت تحدثت عن ثقافه مجتمع، فعلا لازم تصير ثقافه عامه خصوصا تتعامل مع كل مؤسسات الدوله وليس فقط في هذا الحقل يعني، لكن ايضا هناك رقابه يعني وزاره الصحه عليها الثقل الاكبر مع ثقافه المواطن، عليها رقابه. بعض الصيدليات ممكن اني اذا اغلقت اكثر من صيدليه امام وسائل الاعلام كنت سبب رادع لكثير من يتلاعب بصحه الناس ايضا، يعني مو فقط بس اموالهم، صحتهم. من انا اعطي دواء اكسباير مثلا، صح ممكن هو موجود على النوع الدوائي موجود السوبر عفوا الاكسباير مالته، لكن بعض الناس ما يمتلكون مثلا ما يعرفون هاي القضيه فياخذ الادويه. بعضهم تشخيص، ولو هو مو قضيتكم قضيه نقابه الصيادله وايضا مسؤوليه وزاره الصحه، الشباب مع احترامي للصيادله الموجودين الان شباب استوهم متخرجين ما يعرف يقرا راتشته يصفن يروح لغيره يعني هذا يعني هاي انا اسميها افه بصراحه دكتور ايهاب، سميها آفة حقيقية. هذا بتماس مباشر مع حياة الناس. أنا شنو أجيب لي شاب صغير استوى متخرج لأجل هو تريننج يصير، بس ما أجيب على حساب الآخرين، مو أخلي هو يصرف الراتشيتة. صدقني دكتور ما يعرف يقرأ راتشيتة، يروح لزميلة الأكبر منه قدما يلا يقرأ، هذا واقع. بس أنا لست بمدافع وشهادتي قد تكون مجروحة، لكن للأمانة يعني الفترة الأخيرة يعني ما سامعاني قبل مثلا أنه تم إجراء إلقاء قبض وغلق مذاخر بأعداد فاقت العشر، يعني عشرات قد تكون يعني فاقت العشر مذاخر، تم توقيف مسؤولي هذا المذخر وغلق المذخر ومصادرة المواد اللي فيه. بعد وزارة الصحة أنطت مهلة لعملية الإفصاح وكفت إجراءات كانت بآلية الكمال، إنه كل لأنه كانت تستورد عن طريق الإقليم وتسجل وتفحص في الإقليم، فكانت تداول في بغداد وغير المحافظات، فالآن أصبح إنه يجب أن يكون الدواء مسجل ومفحوص في بغداد ومسجل لدى وزارة الصحة الاتحادية. وبعدها يعني أنا شاهدت أكثر من يعني اكثر من عشرات الصيدليات تم غلقها وتم محاسبه مسؤولي الصيدليه لما وجدوا انه هنالك ادويه غير مسجله وغير مفحوصه، وهذه مشاهدات يعني ليس حال، يعني من الفترات اللي مضت اي تفتيش ممكن يلقي بالصيدليه دواء غير مسجل وغير مفحوص بالتاكيد تنغلق الصيدليه ويحاسب مسؤول الصيدليه. فهذا الاجراء معتمد حاليا ايضا في المؤسسات الرقابيه بالتاكيد. اضافه لذلك مثلا هذه الممارسات لما تشوف انه صيدلاني مثلا ممكن ما يقرا راتشيت، احيانا يعني
يعني وصفة الطبيب ممكن. احيانا هو مثلا اذا الاطباء يستخدم بخط اليد وهذه مساله طبيعيه يعني بالعكس من الافضل انه حتى يعني احنا كثير شاهدنا من الاخوه الصيادله يعني حتى لو كان عنده خدمه وعنده كذا لانه يتعامل مع حياه انسان فمو صح. يعني الاجتهاد هنا لازم يكون صفر صفر فلازم يكون دقه يعني الخطا نسبه الخطا صفر لازم تكون الدقه 100% فبالتالي ممكن يرجع لزميل ممكن يرجع لمرجع علمي يريد يتاكد انه هذا الدواء مثلا احيانا هنالك مثلا 4 أدوية فيريد يتأكد إنه هذا الدواء مثلاً ما يتقاطع مع هذا الدواء ما يسبب تأثير التفاعل يريد يتأكد إنه هذا الدواء إذا مثلاً سأل المريض إنه عندك حساسية أو ما عنده حساسية أو عمره أو كذا إنه ما يتعارض مع العمر أو بالتالي هي راجعتها مشخصة دكتور من الطبيب المختص ما يخالف يبقى إنه لازم هنالك رأي صيدلاني يعني حتى لو كان ممكن يجوز الطبيب المختص التفاعلات الدوائية لأن هنا هو لعد شنو دور الصيدلاني صيدلاني ايضا له دور ممكن يرجع على الطبيب الوصفه يقول له مثلا انه يحتاج انه تعدل هذا الدواء انه هذا الدواء مثلا ممكن ما يتناسب ويا الدواء الثاني اللي داخذه او يجوز الصيدلاني يكتشف انه هو ياخذ ادويه من غير مرض يعني عنده مرض مزمن اخر وداخذها فيشوف انه هذا يسبب تفاعل فهنا لازم يكون اكو راي للصيدلاني ممكن يرفض انه يصرف هذا العلاج وان كان يعني يرجع يتداول مع الطبيب انه ممكن يغيره بعلاج اخر او بتركيبه اخرى. احسنتم دكتور ايهاب. نرجع على برنامج الضمان الصحي. ايش قد تستقطعون من الموظفين؟ يعني هل بشكل كامل يعني كل الموظفين سواسيه مبلغ معين؟ انا مثل ما اعرف حسب علمي هيئه الحمايه الاجتماعيه اعتقد مجانا. فيا ريت توضح لنا. نعم. الاستقطاع هو 1% من الراتب هذا الراتب الكلي من الراتب الكلي هذا 1% من رب الأسرة فقط مهما كان عدد أفراد الأسرة جميع الموظفين لكن الآن الاستقطاع فقط من الموظفين اللي تم استهدافهم بهذه الفئة التجريبية كان هاي الوزارات اللي وضحناها فهم فقط اللي مشمولين الآن بعملية الاستقطاع باقي الموظفين الآن ما يتم الاستقطاع منهم لحين ما يتم شمولهم بالتطبيق فهذه فقط 1% هذه هي تكون عنا وعن ذوي إضافة الآن هنالك مبلغ اللي يسموه بدل الاشتراك هذا يدفع مرة واحدة اللي جد اللي هو يعني حسب الدرجة الوظيفية يعني يتراوح من 10,000 يعني الدرجات الاعتيادية 10,000 إلى 25,000 دينار هذا مرة واحدة اللي هو مبلغ الاشتراك هذا أيضا عنا وعن ذوي يعني فقط من رب الأسرة ويبقى الاستقطاع هو 1% من الراتب هذا ما يتعلق بكل الخدمات هنالك استقطاعات ايضا اثناء تقديم الخدمات كان مثلا عمليه كلفت 100 يعني خلينا نسميها بمليون دينار هذه العمليه راح يدفع منها 10% فقط جميل. من الخدمات يعني الخصم 90% راح يدفعها الضمان الصحي مثلا مراجعه لطبيب معين خلينا نقول المراجعة 25,000 دينار المضمون راح يدفع فقط 2,500 دينار من المراجعة والباقي راح يتحملها الضمان الصحي طبعا كذلك الأدوية يدفع 25% منها يعني مثلا الوصفة العلاجية صارت 100,000 دينار المضمون يدفع 25,000 فقط خدمات الأسنان محددة بسقف مالي ايضا ممكن انه يستفيد من عند المضمون يعني هاي الادويه ناخذها ب 300,000 تدفع 25% فقط منها جيد ها خساره لكم لا هو بالتاكيد الضمان يعني صندوق الضمان الصحي بكل العالم صندوق الضمان الصحي هو صندوق غير هادف للربح بل غير ربحي خسران دائما لازم ومساهمه الدوله تصل به تقريبا الى 70% من لانه حجم الايرادات يعني 1% دكتور لا تمثل شيء اي يعني 1% انت اليوم معدل العائله العراقيه 6 إلى 7 نجيب ارقام وزاره التخطيط يعني 6 أفراد تخيل اذا هذه 6 أفراد 1% اذا واحد راتبه مثلا 1,000,000 دينار هو راح ينطي 10,000 دينار صح ف10,000 معناها بالسنه كلها راح يدفع 120,000 ال 120,000 زياره واحده للطبيب صحيح هو راح يصرف اكثر من 120,000 تمام فما بالك انه 6 أفراد يعني اذا 6 زيارات
هذه هو لي قدام 1,200,000 دينار. وانا اريد اخسر يومية مرض. الله يبعد عنكم المرض. مثلا عمليه واحده ممكن يصل مبلغها الى 2,000,000 دينار 3,000,000 دينار. هذه لا تمثل شيء، يمكن عمليه واحده تاخذ اشتراك مال يجوز مال 100 واحد صحيح. او اكثر. هاي 70% يستقطع منه. يعني ما يدفع، يعني يدفع 30% قصدك من ماذا؟ من العمليه. من العمليه يدفع 10%، 20% يدفع الضمان. اذا كان في القطاع الخاص، اذا العمليه في كل الحكومه تحدثنا، هذه في الاجنحه الخاصه. أجنحة من الحكومه خاصة. اجنحه خاصه، وتم تاهيل هذه الاجنحه الخاصه لهذا الغرض، مواصفات وفق مواصفات هيئه الضمان الصحي لهذا الغرض. إذا كان في مستشفى أهلي، المستشفى الأهلي يدفع 25% من التكاليف، إن كانت عملية أو مراجعات أو أي شيء. حتى الصيدلية مال أهلية، الصيدلية أهلي ولا حكومية هي نفس السعر ونفس نفس الاستقطاع، هي 25%. ممتاز. يابا المخرج يقول لي على التجميل شو. ها اسنان تقول هيك؟ الاسنان مشموله. انت بصراحه المخرج ما يفيد التجميل، هو شكله ما ادري شلون. الاسنان مشموله حاليا، لكن تجميل الاسنان غير مشمول. تجميل بس العلاج الاسنان مشمول بالتاكيد. جيد، احسنتم. بنى التحتيه، انت تفضلت قلت الجناح الخاص تاهيله لهذا الخصوص. باقي المستشفيات ممكن أنا أريد عمليتي مو بالخاص، أريد بالعام أيضا مشمول؟ هل العام قادر على استضافة أو تقديم الخدمات للمستفيدين؟ الجناح العام الآن هو مستمر بتقديم خدماته أكيد، ورح يستمر بتقديم خدماته. أي مضمون ممكن أيضا يستفيد من الجناح العام. الأجنحة الخاصة تقريبا تم تأهيل أكثر من 10 أجنحة خاصة في بغداد جانبي الكرخي والرصافة، وتم اختيار مستشفى دار التمريض الخاص بالكامل، وايضا تاهيل جزء كبير منها لاستقرار دار التمريض الخاص اللي بمدينه الطب، اللي بمدينه الطب بلي. مستشفى دار التمريض الخاص بالكامل ايضا، اضافه الى اجنحه خاصه مثلا بمستشفى الكندي، مستشفى اليرموك، بمستشفى العلويه الولاده، علويه اطفال، المستشفى الطفل المركزي، وهكذا. يعني المستشفى الكرخ للولاده تم اختيار تقريبا اكثر من 10 مستشفيات، واضافه الى مستشفى دار التمريض الخاص، تاهيل الجناح الخاص اللي فيها باعتبار انه يتناسب مع المعايير اللي وضعها هيئه الضمان الصحي. فهذه الان هي اللي من تقدم الخدمه، اضافه الى عيادات استشاريه ايضا في ضمن الاجنحه الخاصه بالمؤسسات الصحيه اللي تم تاهيلها بجانبي الكرخ والرصافه، ايضا متوزعه حسب التوزيع الديموغرافي للمشمولين، على اعتبار انه اخذنا بنظر الاعتبار نبدا التغطيه الصحيه الشامله واليه الوصول لهذه المكانات حتى تسهل عمليه الوصول للمرضى اللي تم اختيارهم او المضمونين اللي تم اختيارهم بالمرحله الحاليه. وهذا هو اللي احنا نقول عليه، انه الضمان الصحي راح خطوه ورا خطوه. اليوم هذه الاجنحه الخاصه تاهلت لغرض الضمان الصحي، بعد يومين المستشفى بالكامل تتاهل حتى تكون تتلبى. اكو انا لا اشوف افتتاح، يعني دكتور اكو افتتاح بصراحه بالتاكيد، يعني اكو نهضه حقيقيه، افتتاح مشاريع مستشفيات مثلا مستشفى الشعب اليوم بالصدفه مرات يمه، مستشفى ضخم بصراحه، مستشفى العسكري صح. اللي موجود يم المسرح الوطني، اضافه الى المحافظات. يعني الان مستشفى النجف تم احالته الى شركه متخصصه، شركه ايطاليه متخصصه لادارته. مستشفى ميسان ايضا، والمستشفيات الحديثه اليوم اللي تقصد بادارته دكتور، يعني ادارته كوادر جميع، يعني الديره اجنبيه لو شنو؟ اداره المؤسسه، تعرف اداره المؤسسه الصحيه تختلف عن باقي المؤسسات، فبالتالي انت اليوم تحتاج الى اولا من نظام اليه تقديم الخدمه، الى النظام الالكتروني، الى نظام الصيانه، الى نظام اداره العمليات والتفاصيل الخاصه بتقديم الخدمات. فبالتالي هنالك الان التوجه العام بكل العالم توجه الى انه هنالك شركات متخصصه صحيح. يعني اليوم التنظيف انت بدل ما تحير بكذا، تمام هي شركه تدير عمليه صحيح. تجهيز المواد وتدير عمليه تجهيز، واضافه الى تدريب الكادر. يعني انت اليوم التمريض واليه عمليه تقديم الخدمات التمريضيه وغيرها، الشركه راح تجيب مسؤول تمريض هو يدير عمليه التمريض بالكامل
بس مو يقول لك هنا العراقيين يقول لك يابا انت راح تسوي بطاله الناس تشتغل بالصحه. المستشفى المستشفى يعني كادر كادر عراقي يعني ما راح يجي الممرضين اجانب. وهذا قصدي. لا انا قصدت مسؤول التنظيف بس فقط. اي يعني نقول احنا مثلا مسؤول التنظيف راح يجي مسؤول اجنبي. فهذا لانه هذا مدرب وراح يدرب الكادر العراقي انه كيف يقدم خدمات التنظيف مثلا. كيف تجرى عملية تنظيف المؤسسة؟ كيف تجرى عمليات التمريض؟ كيف تجرى عملية التفاصيل الأخرى؟ فهنا هو راح يكون مرة بصفته الإدارية ومرة بصفته الفنية اللي يدرب بها مقدمي الخدمة. فالكادر راح يكون كادر عراقي بالكامل. جميل دكتور. بالنسبة للقطاع الخاص خاصة المستشفيات الأهلية بعض عيادات مثلا لأطباء خاصين وأيضا أكو مختبرات تحليل أهلية. يعني أنا كمستفيد أقدر أراجع ونفس الاستقطاعات؟ نعم. الآن إحنا المرحلة التجريبية كانت فقط في الأجنحة الخاصة. يعني لحين تقريبا لنهاية الشهر الرابع على ما أظن راح تدخل عملية تقديم الخدمات عن طريق القطاع الخاص اللي هو المؤسسات الأهلية، مستشفيات ومختبرات وعيادات وصيدليات. والآن جاري عمل يعني الآن مفتوح تسجيل الراغبين من مقدمي الخدمة في القطاع الأهلي أنه يسجلون في الضمان الصحي، وبعدها يتم تقييمهم لأنه هيئة الضمان الصحي وضعت مواصفات مثل ما قلنا أنه هدف الضمان الصحي هو تحسين الجودة وتقليل الأعباء المالية على المواطن العراقي. فبالتالي تحسين الجودة أنه هنالك مواصفات خاصة لمقدم الخدمة بالعيادة وبشكلية العيادة وبالطبيب ومؤهلاته وغيره، إضافة إلى الصيدلية أيضا وشكلياتها والمختبر والمستشفى وكل المواصفات الخاصة بتقديم الخدمة. فالآن ممكن أنه أي مقدم خدمة يسجل، توجد هنالك تسجيل إلكتروني للراغبين، وبعدها يتم عملية تقييمهم من قبل هيئة الضمان الصحي واعتمادهم ويمنحون اعتمادية في ضمن شبكة مقدمي الخدمات الخاصة بالضمان الصحي. وبعد هذه العملية بعد ما يعتمد بإمكان أنه المشمولين بالضمان الصحي راح بإمكانهم أن يراجعون هذه المؤسسات والاستفادة من الخدمات، والاستقطاع هو نفس الاستقطاع لكن النسبة بالمشاركة اللي راح يدفعها مثل ما وضحناها. دكتور إيهاب، يعني السؤال حتى ما أكثر عكس خلص وقت البرنامج عفوا، أنا مشمول مثلا هسه بالضمان الصحي أثناء الفحص الطبيب المختص لي يعني وجد بأنه حالتي تستدعي أن أسافر خارج العراق، هنا الضمان أمن لي قضيتي بأنه مجانا أو استقطع مبلغ مثلا من الوضع الصحي؟ شوف هو أيضا نرجع إلى دور الضمان الصحي، هو يريد يصلح ويطور الواقع الصحي. فبعملية تطوير والإصلاح الواقع الصحي ما راح تحتاج المواطن العراقي أن يسافر للخارج حتى يحصل خدمة، لأن الخدمات اللي بالخارجية يفترض راح تكون أغلبها هي موجودة في الداخل، فراح ممكن الاستقدام يحل محل هذا الموضوع. إضافة لذلك لعله ممكن تكون بعض الحالات يجوز بالوقت الحالي، فبرنامج الإخلاء الطبي اللي في وزارة الصحة راح يكون مستمر بتقديم خدماته سواء كان يعني عملية تكاملية. فهي عملية تكاملية لأنه هو واحد يعني جزء لا يتجزأ من وزارة الصحة. فبالتالي أنه أي مواطن عراقي يبقى محتاج أنه موضوع الإخلاء الطبي وتقرر اللجان العلمية أنه يحتاج إلى إخلاء طبي، فوزارة الصحة متبنية هذا الموضوع وما متوقف برنامج الإخلاء الطبي حتى الآن. جيد. بسؤال أخير جناب الدكتور ومهم جدا، شنو معنى أولا خلينا نبدأ بمفهوم مصطلح السياسة الدوائية وش قد يأثر على الضمان؟ شوف السياسة الدوائية يعني هذا يحتاج لحلقة كاملة. يعني هسه للمتلقي من يسمع السياسة الدوائية شنو يعني شنو السياسة الدوائية؟ نعم نعم. باختصار إنه هذا هسه قبل قليل إحنا تكلمنا على جزئية إنه هنالك دواء آمن وفعال وهنالك أمن دوائي. يعني إنه العراق هو مكتفي خلينا نقول بنسبة معينة من الصناعة الدوائية المحلية. كل أمن الغذائي. بالضبط. فإنه مثلاً بأي حادث أو حادثة أو طارئ معين أو كذا إنه الدواء موجود، ممكن إنه البلد ينتجه ما يحتاج إنه يستورد هذا الدواء. فهذا هذا جزء من السياسة الدوائية. الجزء الآخر اللي هو تسعيرة الدواء وتوفيره، نكون يعني أي أحد يحتاج للدواء إنه
كيف ممكن يحصل على هذا الدواء وأن تكون هنالك سيطرة على تسعيرته وسيطرة على تسليمه وتوصيله. باختصار هذه السياسة الدوائية يعني بدون ما ندخل بتفاصيل الدقيقة العلمية. لكن هسه شلون راح علاقة الضمان الصحي بالسياسة الدوائية؟ قبل قليل المنظومة اللي تكلمت عليها حضرتك، منظومة الدوائية اللي هي عملية التسعيرة وعملية تسجيل الأدوية بالكامل ضمن المنصة الرئيسية لوزارة الصحة وأن يكون مسجل ومفحوص. الضمان الصحي وهذه حكينا انه شلون راح النظام الالكتروني الخاص بالضمان الصحي او نظام الضمان الصحي الان اللي هو ما راح يتعامل مع الدواء اذا ما كان امن وفعال ومسجل ومفحوص. هذه واحد. لما الضمان الصحي راح يقول انه انا ما اشتري دواء او راح انطي الاولويه للدواء المصنع محليا، بالتالي انت اليوم دعمت الصناعه الوطنيه وشجعت المصنعين الوطنيين على الاستثمار في المصانع ما تخدوا هذا ضمن البرنامج الوزاري، فهو هذا ضمن البرنامج اولويات البرنامج الحكومي وضمن اولويات وزارة الصحة تشجيع وتوطين الدواء، وهذا اللي هو ايضا يصب في موضوع السياسة الدوائية وايضا توفير الدواء في المؤسسات الصحية. والان ايضا هنالك عدة قرارات تم وتوجيهات من السيد الوزير للمؤسسات اللي تم اختيارها بتوفير الدواء والمستلزمات الصحية بالكامل للمضمون، بحيث ما يضطر يشتري أي شيء من الخارج المؤسسة الصحية، وهذا أيضا جزء كبير من وفق المعايير. وفق المعايير، فبالتالي الآن هنالك إجراءات روتينية كثير تغيرت في عملية شراء الأدوية وتوفيرها في الأجنحة الخاصة. سؤال سريع وخاطف، هل الضمان هو أصبح بعد نهاية الحلقة هو هدف أم وسيلة للارتقاء بالوقع الصحي؟ الضمان الصحي هو وسيلة، الضمان الصحي هو رحلة، يعني هو ليس محطة، ولا راح وما راح يعني ما راح نقدر نوصل إلى محطة نقول بها وهذا الضمان الصحي. يبقى الضمان الصحي هو رحلة ومسيرة في تطوير وإصلاح المنظومة الصحية في البلد. أحسنتم، شكرا جزيلا، اختزلت هواي كثير من الحديث في نهاية الحلقة. الدكتور إيهاب عبد الكريم الحلفي المتحدث الرسمي باسم هيئة الضمان الصحي، شكرا من القلب لحضورك. حياك الله. أهلا وسهلا دكتور، حياك الله. في ختام الحلقة شكرا لجميع الجهود الأخوة في وزارة الصحة، من مع الوزير لآخر موظف في وزارة الصحة، نحن مع من يقدم الخدمة للمواطن العراقي ونحن بالضد من لم يقدم الخدمة للمواطن العراقي في كل جميع أو في جميع الوزارات. في ختام الحلقة تقبل تحية كادر البرنامج، وأنا معد ومقدم البرنامج حازم الحربي. ألتقيكم بإذنه تعالى يوم السبت القادم في الساعة 9 مساء. في أمان الله.